بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصفة صاحب متجر قصر الجلابة متخصص في بيع الملابس التقليدية للرجال والأطفال بمدينة الدريوش، كنشكر موقع ناظور سيتي على هذا الاستضافة. أما بالنسبة للرواج التجاري فالحمد لله وبتوفيق من الله، متجر قصر الجلابة يعرف توافد السبائن عليه من جميع أنحاء إقليم الدريوش، وكل من مدينة الدريوش، بن طيب، تافرسيت، ميضار، تمسامان، عين زورة، وكذلك بعض الزبائن اللي كيتوافدوا من مدينة الناظور اللي كينقاو الراحة ديالهم في قصر جلابة، بالإضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بأوروبا اللي ما حاضرينش معنا هذا العام، ولكن كيصيفطوا العائلات ديالهم يتقداو ليهم، وذلك راجع إلى المجهودات التي يقوم بها قصر جلابة في توفير جميع أشكال وأنواع الملابس التقليدية تخصص رجال الأطفال، وكذلك توفير جميع المقاييس والألوان بالإضافة إلى الجودة والأثمنة المناسبة. وبخصوص الجواب على السؤال ديالكم حول الإقبال على الزي التقليدي، بالفعل سكينة إقليم الدريوش كتهتم وكتميل للزي التقليدي خصوصا في المناسبات والأعياد الدينية، والدليل على ذلك أن زبناء ديالنا ما كيشريوش غير راسهم بل كيشريو الأطفال ديالهم بالخصوص. وفي الأخير أشكر مجددا موقع ناظور سيتي وأرحب بالجميع كبارا وصغارا.